لك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا أن يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. بهير، أهلا وسهلا بكم، وأقدم إلى أرواحكم الجميلة باقة ورد معطرة بالمحبة و... بسم الله الرحمن الرحيم. عيسى المغاشي نائب عمدة طنجة. كما كتعرفوا اليوم برمجنا واحد برنامج رمضاني متميز لأجل ساكنة طنجة، ويأتي هذا الحفل في إطار سلسلة برامج مسطرة من طرف اللجنة الشؤون الثقافية والرياضية والفنية. المجلس الجماعي لمدينة طنجة رئيسا وأعضاء عازمون على إعادة الوهج الثقافي والفني والرياضي لمدينة طنجة. إن شاء الله كما كتعرفوا سيلي هذا الحفل مجموعة من الأنشطة التي من شأنها الرفع من المستوى الفني والثقافي لهذه المدينة العزيزة. وشكرا. طبعا قلت لك المشكل اللي كان ديال جائحة كورونا أثر سلبا على مجموعة من الأنشطة. اليوم كما كتلاحظوا كاين إقبال كثيف على هذه الأنشطة، واللي إن شاء الله احنا عازمين على إعادتها في كل مرة، سواء على المستوى الشهري أو على المستوى الأسبوعي. طبعا ساكنة ستتذوق، الدليل أن القاعة مملوءة عن آخرها. إن شاء الله سيلي هذا النشاط مجموعة من الأنشطة. السلام الخلوفي، باحث وفنان. اليوم جامعة طنجة مشكورة اختارت أن تخصص فقرة اكتفائية وتكريمية في إطار نشاط أماسي طنجة، طبيعة الحال التي توقفت عند مجموعة من الأسماء في مدينة العزيزة، سواء في المجال الفني والثقافي أو في المجال الاقتصادي أو السياسي أو العلمي. وطبيعة الحال هي لحظة لا يمكن إلا أن يسعد بها الإنسان خاصة، وتأتي اعترافا بمجهود بذل وتحفز على عطاء أكبر. هذا الحضور الجميل والقوي والمكثف يجعلنا نفتخر بهذا الجمهور الذوق في مدينة طنجة، وطبعا نأمل أن تستمر هذه الأنشطة بعد أن بعدتنا عن بعضنا البعض هذه الجائحة التي أوقفت عقارب ساعة كل الأنشطة الثقافية والفنية. اليوم انطلاقة جديدة نستمر، نتمنى أن تستمر. مدينة طنجة الخير هي مدينة متوسطية ومدينة منفتحة على الفنون، مدينة فنانة في أصلها، لذلك ليس غريبا أن تلاحظ كل هذه الجماهير الغفيرة التي تحش اليوم للاستمتاع بهذه الأطباق البادخة، سواء في الموسيقى الأندلسية أو في القصائد الزندنية أو في الشعب الشمالي. طبعا هو أمر متأصل وأمر طبيعي، خاصة وقد تربينا على الاستماع لهذه الأنماط الموسيقية الفنية الجميلة. فأشكر كل من حضر وكل من تجشم على الحضور ليكون معنا ولشاركنا فرحة اللقاء بجمهوري مجددا. مجموعة من الفقرات الجميلة الموسيقية التي ستحييها الجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية والروحية أيضا ستعرف حضور مجموعة من اشترك الآن في قناة أشواق تي في.
وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.